أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: العبد يتوب من الذنب المعين ويعزم على ألا يعود إليه، ولكن يسول له الشيطان فيعود مرة أخرى، ثم يتوب ويبكي على ذنبه مرة أخرى ثم يعود، فماذا يفعل؟ وهل فعل المعاصي في الخلوة مع تكرار التوبة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من إذا اختلى بمحارم الله انتهكها؟ التوبة تجب ما قبلها، عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويتوب الله عليه كما وعد الله بذلك، ولا يقنط من رحمة الله ولنا عصيت ورجعت، يتوب إلى الله يحدث لكل ذنب توبة. في الحديث إن الله جل وعلا يقول: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب، إذا أذنب ذنبا وتاب منه تاب الله عليه، ثم إذا عاد وتاب منه قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فيتوب الله عليه، كل ما كرر التوبة يتوب الله عليه. نعم، ولا يقنط من رحمة الله. نعم.